صورة الجدة سعدية عثماني. سعدية عثماني التي أخبرت من وسطك، هي صورتها معك يا شيخ بشير، أخبرت أن لك بها علاقة وطيدة جدا، قد رحلت عنكم قبل سنوات لكنها مازال القلب يحن لها. شيخ بشير من أصحابه من أصدقائه يقول هي أمي وهي الحنان وهي القلب، بفقدانها فقد كل شيء، ربي يرحمها إن شاء الله. الجدة هذه صورتها، فماذا يقول فيها؟ قل لي ساعة من جبت الصورة. نعم، الصورة جبتها مد أحبابك، من يحبونك يمتلكون هذه الصورة ليك يا شيخ بشير. والله حتى نذكرها ونترحم عليها الجدة الغالية سعدية. والله بصراحة حركت لي مشاعر كبيرة ياسر. وش نقول على الجدة تاعي هذه؟ نتمنى لها الرحمة وربي يوسع لها في قبرها إن شاء الله. كانت من الأشخاص الساعة اللي متعلقة بصلاتها لأبعد الحدود، لأبعد الحدود منبت فيها الصلاة. الأيام الأخيرة تاعها دخلت في تقريبا 14 يوم أو 15 يوم في غيبوبة في المنزلة، تعود غايبة براقدة تنوضها ما تنوضش، سبحان الله تنوض لك وقت الصلاة، تصلي صلاة تاعها وتعود ترجع ترقد. بعد تقريبا مازالها يومين أو ثلاثة كانت عند عمتي، توقظت قلت لهم ادوني الحوش، قلنا الحمد لله زدت رجعت للحياة. وإذا بهي ذيك آخر أيامها، ربي يرحمها لحد الساعة بصراحة، لحد الساعة مازالت مثرة فيها صراحة. لكن الإيمان بالله، ودايما ديما نتذكر واحد البيت شعري، وإذا أتتك من الأمور مصيبة فاذكر مصابك بالنبي محمد. يعني كي نسمعوا المصاب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص تهون كل شيء. نعم، الجدة هذه يا أخ كمال قد ما نقول لك على حنانها، نستذكر واحد المرة أول عام طلعت فيه للجامعة، مازال ما كاش بورطابلات، مازال ما عنديش بورطابل، ديما معاها أنا سافرت تستناني بكرة كي نجي خارج على 3 تاع الصباح تلحقني هاكول هاك دي حاجة مشي كل شيء توفر لك كل شيء، على أساس كي تلحق تخبرها راني وصلت لباس. إذا بي أنا وصلت للجامعة ما عنديش بورتابل، ودتني هاك الجامعة والكبر تاعها ونجري باش نحوس على الشمبرة تاعي، ما كلمتهاش. يحكي لي الوالد طريحة الفراش مرضت، يعني من الصباح كلموا عندنا واحد نوجه له تحية حدانا في بسكرة صديقنا وصاحبنا مراد، كلموه على طريق حوشهم في بسكرة قالوا له روح للجامعة فتش على بشير، ولا رجديتك في حالة عليك، تشوف الحنان معناها اللي حبيت نحكي لك الشي اللي عندها. راحت كلموا يدوروا ني ما تلاقوش بيا، راحوا يحوسوا عني في الجامعة يقول لهم وكان هنا أو راح وكان هنا من الصباح هذاك الفترة، أقول من لأني وصلت على 8 تاع الصباح، هم من هاك الوقت هم يحوسوا علي يقول 9 ولا 10 حتى للعشية. تفكرتني هزيت تليفون الفيكس تمكي، رحت كلمت الفيكس يا حوش جدي، بالصدفة كان الشيب ثم مع جديتي مريضة وفي حالة هزيت تليفون قلت ألو، أول كلمة عيط عني الوالد، عيط عني عيطة كبيرة بعد، قال لي مخلي أمك ويقولها أمي، لأن حتى جدي ربي يرحمه ثاني حتى هو مكانة كبيرة عني، كان يقول لي أمك ويقول لي عن عمتي أختك، ومعناها حتى في كونين ثم كانوا يعرفوني يقولوا لي هو شحال خوك كبير عن الوالد تاعه لأنهم يعرفوه. مالا أنا كلمته والله بكت ثم، بكت أثرت فيا بكت ثم. نهار فقدانها يا أخ كمال مر 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 جدا 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 جدا، حسيت كأني فقدت باب من أبواب الجنة، حسيت روحي أغلق علي وفقدتها بصراحة، منبع حنان كبير ياسر. نطلب من ربي يرحمها وكل من يتابعنا يطلب لها الرحمة، لأن والله العظيم من, من, من الأمهات القلائل القلائل جدا باش يكونوا بهذا الحنان الفياض، والله الفياض نقول لك فياضة
يقول حنان فياض معناها تسقسي عنك في كل لحظة، تحس كنت تمرض مش عارف، تبات الليل كامله وهي قاعدة معاك، تبات هي قاعدة، ربي يرحمها برحمة الواسع.